وهنا خليني هتوقف عند جملة مهمة جدا، أن تتوافر الإرادة الدولية لوقف هذا العنف المتصاعد في غزة وهذه الضربات اللي بتوجهها بطبيعة الحال أو بيتوجهها الاحتلال الصهيوني تجاه أهالينا الفلسطينيين. أنا عايز أفهم النقطة دي، مسألة توافر الإرادة الدولية من عدمها وإلى متى؟ معايا على التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا سيادة النائب. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ اتفضل. طب دكتور طارق، احنا عندنا القرارات المتعلقة بمحكمة العدل واللي بتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا العنف في قطاع غزة من ناحية، وعندنا من ناحية تانية وزير خارجيتنا يتحدث في نفس ذات الموضوع، ولدينا اجتماع مرتقب في مجلس الأمن يوم الأربع اللي جاي، وده هيبقى سؤالي، هل سوف تتوافر إرادة ما تمكن المجلس منه يقوم بمهامه في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، ولا أنه الأمريكان هيرفعوا الفيتو للمرة 900؟ يعني خلينا نقول طبعا هي تعدد المسارات ربما في شكله يخدم كل ما تشير إليه حضرتك، بمعنى أنه التعجيل بوقف إطلاق النار وهناك تحرك دولي متعدد، لكن نفضل الاشتباك بين عدة أمور حضرتك، بين ما صدر من تدابير وإجراءات في محكمة العدل الدولية وبين تحرك الجزائر باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن وبين الجهود المصرية السعودية من جانب والتحركات من خلال الجامعة العربية. كل هذه المسارات بتعمل في نفس التوقيت ولهدف واحد كما أشار وزيرنا سامح شكري اليوم، وبالتالي النقطة الجوهرية في هذا هو ضرورة أن تتوافر إرادة سياسية حقيقية من المجتمع الدولي للانتقال إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى هو وقف إطلاق نار فوري كما ذكر الوزير سامح شكري. هل الأمر هيبقى منوط في مجلس الأمن باتخاذ هذه الإجراءات وتدابير؟ ما جرى في محكمة العدل سيطول يعني التعامل معه بصورة أو بأخرى، وبطبيعة الحال لم يكن متوقع يعني بصريح العبارة سيادة النائب أن تصدر قرار بوقف إطلاق نار أو ما إلى ذلك، هذا كلام لم يكن يعني متوقع، إنما كانت الحديث عن إجراءات وهي ما صدرت، وسنحتاج إلى 30 يوم إلى تنفيذ ما يمكن أن تقوم به إسرائيل، لكن إسرائيل بطبيعة الحال تنصلت من كل الأمور، والتصريحات السلبية التي صدرت على لسان بشارة خلال الساعات الأخيرة ما يشير إلى أن إسرائيل لن تنتظر 30 يوم، وبالتالي القضية واضحة. نذهب إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن كما تعلم حضرتك غابة سياسية كبيرة ويسيطر عليها الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي برغم كل المجهودات التي تبذل لكن بطبيعة الحال أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتخوف من استخدام حق الفيتو أو أي إجراءات في هذا التوقيت مع التقدير لجهد أي دولة عربية أخرى في هذا الإطار. ليه؟ لأنه التدابير التي ستصدر من مجلس الأمن والتعامل معها سيحتاج إلى آليات وسيحتاج إلى تنفيذ لهذا، وحضرتك تعلم جيدا أن الأمين العام للأمم المتحدة وفق المادة 90 لصلاحيات مهامه فشل في أن يحرك القضية نتيجة لاستهداف إسرائيل له والاستهداف لكل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومنها طبعا الوكالة والأنشطة الخاصة بها، وبالتالي نحن أمام مفترق طرق، إما أن ندور في حلقة مفرغة في مجلس الأمن وإما أن ننتقل إلى المسار الثاني. المسار الثاني هو مرتبط حضرتك بنقل الملف بأكمله سيادة النائب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والدخول في صيغة متحدون من أجل السلام، وهذه الصيغة ربما ستكون البلاذ الرئيسي أو العنصر الرئيسي لإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يكون له صفة الإلزام شأنه شأن قرار صادر من مجلس الأمن. هذا الأمر هيحتاج إلى جهد عربي ودولي كبير داعم في القضية الفلسطينية، ودي إحدى الأوراق، هي ليست نظرية سيادة النائب، لكن إذا فشلنا في مجلس الأمن لأنه سنعود إلى مجلس الأمن في الجلسة المقبلة نتحدث عن مناشدة إسرائيل في اتخاذ الإجراءات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وغيره، وربما هنا أنا في تقديري أنه طلب الحماية ووضع الأراضي العربية المحتلة تحت الائتمان الدولي في هذا الوضع برغم استمرار العمليات هيكون أمر مهم. هذا الأمر أيضا مهم لأنه ربما توضع الأراضي تحت الائتمان الدولي وهي صيغة من الصيغ المعدلة للتعامل زي متطورة من الامتداد زي ما حضرتك تذكر، وبالتالي نحافظ على الوضع الراهن للأراضي المحتلة سواء في الضفة أو في قطاع غزة. إذن الأمر يحتاج إلى العمل على مستويات متعددة سيادة النائب، ما بين التكتيكي وما بين الاستراتيجي.
وألا تكون المسارات المتعددة في هذا التوقيت حضرتك تؤخر أي إجراءات لوقف إطلاق النار الفوري كما ذكر الوزير سامح شكري اليوم. أنا أعتقد الرسالة المصرية واضحة، وبالتالي إحنا علينا أن نعمل عليها، لكن دخول مسارات بقى متعددة على الخط. وخليني يعني أشير إلى نقطتين، المبادرة العشر نقاط الأوروبية ثم المبادرة الخمس نقاط من بريطانيا، فهنبدأ نطرح صراع مبادرات كثيرة ستؤخر وقف إطلاق النار وستؤدي بطبيعة الحال لانفتاح الأفق الزمني للعمليات العسكرية، مما سيمهد لهذه الحكومة بممارساتها الإجرامية أن تستمر في مخططها. مخططها القضية النهاردة لإحنا مش بنعد أيام في المواجهة، لكن نتعامل مع حكومة ليس لديها أي رغبة في الالتقاء إلا إذا طبعا حصلت ضغوطات كبيرة، وأنا في تقدير الضغوطات ستأتي من الولايات المتحدة إذا تضررت المصالح الأمريكية في الإقليم، وربما منذ قليل كما تعلم حضرتك الاستهدافات للحضور العسكري الأمريكي والقواعد العسكرية الأمريكية بدأ. هذا معناه أنه في خطط أخرى بديلة إذا تضررت المصالح الأمريكية في الإقليم واستهدف هذا الوجود العسكري بهذه الصورة، ربما طبعا ستعيد الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل، لأنه كان الحديث عن أن العمليات والترتيبات تنتهي في يناير، الآن انفتح الأفق واقتربنا من نهاية يناير، وبالتالي الحديث هنا أنه الدوافع التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة وتمارس ضغوطاتها على إسرائيل هو تضرر مصالحها. بدون هذا سنستمر طبعا في دائرة قانونية نظرية ربما ستؤخر في إطلاق النار. طب دكتور طارق، يعني واحنا لسه بنتكلم وحضرتك اشرت اليه مساله استهداف التمركزات الامريكيه الاخيره، هل بتعتقد انه امريكا قد تحسب ذلك ان هناك اضرارا بمصالحها فهتبدا تمارس ضغوط على الاحتلال، ولا هتعمل العكس وتبدا تاخد ردود افعال ثاريه كما سبق وفعلت في جنوب البحر الاحمر قباله السواحل اليمنيه؟ يعني لم تفكر في خلق ضغوط على الاحتلال وانما فكرت في رد ثاري على اليمنيين. هو سيادة النائب في معطى رئيسي انه الاداره الامريكيه والرئيس الامريكي ليس هو وحده من يدير، هناك مؤسسات فدراليه كبيره وهناك صراع في الكونجرس ومجلس الشيوخ حول الاولويات والمهام الكبرى في هذا التوقيت، وهناك حدث الانتخابات الامريكيه، ففي معطيات وفي منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير. لكن يعني اسمح لي ان اشير الى انه الضربات الامريكيه البريطانيه هو تسجيل موقف بعمل عسكري، لكن هل هي مؤثره؟ هل هي دفعت القوات الميليشيات الحوثيه للتوقف؟ يعني هي كانت لها دلالات رمزيه اكثر منها واقعيه، بمعنى انه الجانب الامريكي يسجل حضور في المشهد لكي يقول نحن من انشانا التحالف البحري الجديد الذي ضم دول ليست معنيه بالمواجهات، وطبعا للقيام بعمليه عسكريه لتدشين فكره التحالف البحري الذي رفضته الدول المعنيه او المشاطئه للبحر الاحمر، وهي الدول الرئيسه في هذا البحر، وطبعا هي المهمه بالنسبه لاي تحالف بحري، فكان لابد للولايات المتحده ان ترد، لكن طبيعه الرد او الردع والردع المقابل لم يكن واضحا، بمعنى انه وجه رسائل رمزيه وليست وسائل عسكريه استراتيجيه رادعه توقف الميليشيات الحوثية وأيضا توقف الفصائل العراقية حتى الآن. الآن الولايات المتحدة أنا أعتقد لو في لحظة رشادة سياسية وبنختار بين السيناريوهات المطروحة والأكثر واقعية وفي إطار طبعا الوزن النسبي لكل سيناريو، أن الولايات المتحدة إذا استهدف وجودها العسكري في الإقليم فلا بد أن تتوقف عن هذا وتضغط على إسرائيل بإنهاء العمليات، وخصوصا أن هناك أصوات طبعا في الكونغرس كما تعلم حضرتك يعني يتدخلون في هذا، وفي عدد كبير من السيناترز الأمريكان طرحوا ده على جو بايدن في ورقة بيضاء عرضت منذ أيام على الرئيس الأمريكي. لكن اللحظة الأخرى هو استغلال وتوظيف ما يجري للقيام بعمل عسكري واستعراض قوة بما يعادل طبعا إعادة تقديم شعبية جديدة للرئيس الأمريكي. كما تعلم شعبية الرئيس الأمريكي انخفضت بصورة كبيرة طبعا. هناك صراع داخل الحزب حول الترشيحات الأخرى وفي معارك داخلية بدأت يعني ملامحها على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن أنا أعتقد ما بين السيناريوهين هو السيناريو المفترض أن تكون الإدارة رشيدة، لكن أنا أعتقد أنه كل السيناريوهات لا تزال واردة، ولا أستطيع أن أرجح سيادة النائب أن الولايات المتحدة ستدخل في مواجهات جديدة، لأنه المواجهات متعددة، مصالح العمليات أيضا متعددة، حضرتك بتتكلم على فصائل الموجودة في العراق في سوريا،
النهاردة استهداف مناطق الحدود العسكرية على الحدود السورية الأردنية، وبالتالي بتتكلم على الجنوب، والجنوب مرتبط طبعا بالميليشيات الحوثية. فإذا فتحت أكثر من مصر عمليات الولايات المتحدة وبريطانيا من وراءها طبعا، بإضافة إلى فرنسا أيضا تسجل حدود في منطقة لا تحتمل أنصاف حلول وأشباه خيارات حضرتك في هذا السياق. يعني إذا قد تقع المواجهة بالخطأ نتيجة لكل ما يجري بالمناسبة، لأنه هناك استدعاء لقطع بحرية، وهناك ترتيبات، وهناك إبرار بحري داخلي، في يعني تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا. أعتقد أنه صوت العقل يقتضي أن الولايات المتحدة أن تقوم بهذا، لكن يجب أن نشير أن الولايات المتحدة شريك، وشريك فيما يجري، وشريك محرض لحكومة لا ترتضع في هذا. ومساحة الخلاف طبعا بين البلدين والولايات المتحدة وإسرائيل هي خلافات سطحية شكلية متعلقة حضرتك سيادة النائب بالترتيبات الأمنية، مناطق منطقة الجنوب البافر زون مرتبطة بتغيير مكونات الائتلاف. يعني لا نريد أن نعول كثيرا على أنه في خلاف حقيقي بين الإدارة وبين الحكومة الإسرائيلية، وجود خلاف إنما تباينات في الرؤى، تباينات في الطرح، في الأولويات، في المهام. لكن الولايات المتحدة قولا واحدا هي شريك فيما يجري ومحرض على ما يجري. وطبعا ردود الفعل الأمريكية على حكم على القرارات الأولية والتدابير والإجراءات طبعا على نص محكمة العدل الدولية ما يشير إلى هذا، ما بتدي مظلة لما يجري لإسرائيل في هذا التوقيت. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. وهو فعلا هنا السؤال يعني الطرح بتاع دكتور طارق سليم 100%. هل يا ترى اللي عملته أمريكا في جنوب البحر الأحمر أدى إلى تخفيف من عمليات الحوثيين؟ لا العكس. طيب هل أدى إلى تهديد أو تخويف أو ردع للعمليات في العراق وإربيل تحديدا؟ لا العكس. طب هل أدى إلى أنه يعني تراجعت يعني حدة الأمور في سوريا؟ لا العكس، ادينا لسه شايفين. طيب واللي بيحصل في جنوب السودان؟ العكس. طب وحتى في غزه ما لسه الاحتلال واكل علقه راح ضحيتها 24 ضابط ومجند من عندهم. فيبقى عمليا كل الاجراءات او بالادق كل الخطوات اللي بتقوم بها امريكا ظنا منها انها سوف تتخذ اجراء رادعا، او حتى زي ما وصفه دكتور طارق مساله اثبات الحضور، هي بتؤدي طول الوقت للعكس، يعني المزيد من اشتعال المنطقه، المزيد من التاكيد على مساله وحده الساحات، المزيد من التاكيد على رؤيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتساع دائرة الصراع في المنطقة واشتعالها. والأمريكان بيمنوا بخسائر، وأصدقائهم في الاحتلال الصهيوني بيمنوا بخسائر. فمش المفترض أنه قدام بايدن أي حلول على الإطلاق يظن أنه سوف ترفع من معدل شعبيته أو على الأقل توقف من نزيف السقوط، سوى أنه يخلق ضغوط على الاحتلال علشان يهدي الأوضاع في غزة. فليكن القبول بالمقاربات المصرية، مصر بتشتغل بكل ما أوتيت من قوة لإقرار هدنة طويلة طويلة، ليست يوم ولا اتنين ولا ثلاثة، هدنة طويلة. لو أن هناك رشيد في البيت الأبيض والمؤسسات، سواء إذا كانت بقى تطلع السي آي إيه، يطلع البنتاغون إلى آخره، يا جماعة بطبيعة الحال الكونجرس، هو مفيش حلول غير اولا كده هدنه على الاقل لوقف نزيف شعبيه بايدن، ده مبدئيا الاول الهدنه، وبعدين هنقعد بقى نتناقش ونشوف الاجراءات، ويا ترى هنمد الهدنه دي قد ايه، ويا ترى هنشتغل ازاي على مساله تبادل الاسرى من الجانبين، وهنشتغل ازاي يعني ان احنا بقى هيبقى في عندنا بعد كده، وده قدام ان احنا نبدا نشتغل ازاي، هنبدا نخلق محاورات حل الدولتين، ثم المسائل الاجرائيه المتعلقه بالسلطه وتكوين السلطه والنسب وما الى ذلك، ده لسه بقى حبتين قدام شويه كتير يعني.